مساء الخير متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، أهلا مرحبا بكم. النهاردة متابعين معاكم من قرية بلتان تابعة لمركز طوق بمحافظة القلوبية، واللي شهدت واقعة مأساوية. شاب يعني اتجوز من حوالي كام شهر، يا تقريبا عام، حدث يعني حدثت خلافات بينه وبين زوجته أو بينه وبين أسرة زوجته زي أي اتنين أزواج، ولكن النهاية يعني مش مبشرة خالص. ان اخو زوجته يطعنه بسكينة فيتسبب في اصابته ب 28 غرزة. هنعرف دلوقتي تفاصيل الواقعة من الزوج الضحية. السلام عليكم، عرفنا بحضرتك. أنا اسمي إبراهيم سامي، عندي 26 سنة، من بلتان. متجوز بقالك قد ايه؟ متجوز بقالي سنة بالظبط، سنة. سنة من زوج شهر. زوجتك حامل؟ زوجتي حامل اللي هتولد، يعني على وش ولادة، فاضل لها شهر وتولد. ايه المشكلة بقى؟ ما فيش مشكلة ولا حاجة، هي قالت لي أنا هروح يومين، قلت لها روحت. روحت اليومين وجت تروح عند أسرتها يومين. تروح تمام. عند أهلها، قالت لي أروح عند أهلي يومين أقعد شوية وأجي. قلت لها مفيش مشكلة أروح. راحت قعدت اليومين وقعدت 3 أيام، وجت اليوم التالت قبل ما تروح لأسرتها كان في أي مشاكل بينكم؟ مفيش أي مشكلة ولا في أي حاجة، هي ماشية عادي. قالت لي أنا هروح يومين وهاجي زيارة. زيارة عادي، زي ما بوديها زي ما هي بتروح، مفيش مشكلة، هي رايحة عادي، يعني مفيش أي مشاكل بينا ولا في خلافات ولا إن إحنا متخانقين على حاجة ولا أي حاجة. تمام. المهم هي راحت اليومين وحصل مشكلة، ما جت عملت مشكلة ومش عارف ايه وكبرت الدنيا، ف يعني والدتها رجعت معاها، رجعت معاها تالت يوم. جت هنا شقتكم. جت تحت ما طلعتش. تمام انا اصلا كنت هنا بس ما اعرفش ان هي جاية معاها، تمام انا نايم هنا في البيت ونزلت اتفاجئت لقيت ان هي وامها جاية مع اللي هي حماتي. جاية بقى بتتكلم بتشتكي لأبويا مني، تقول له ده بيعمل وبيسوي، ده مجوعها، ده مش عارف ايه. وعملت لي، حضرتك شغال؟ أنا الحمد لله أنا شغال في شركة وبقبض مرتب حلو، أنا مش تمام أنا بقبض الحمد لله بقبض 15 ألف في الشهر. تمام لسه جايب لها دهب ب 80 ألف، وجايب لها تليفون ب 10 آلاف، لسه صرف عليها 90 ألف جنيه هي لوحدها غير مصاريف البيت. و جبت لها الذهب بقى والموبايل ده من امتى؟ لسه جايبهم ما كملوش، يعني من قبل المشكلة دي ما فيش، بقالهم 10 أيام ولا 15 يوم. يعني بقالهم ايام. ذهب بقالهم وفلوس، أسبوعين. ذهب وموبايل. اتفضل. المهم هي روحت، جت بقى ما عملت المشكلة وراحت واخدها ومشي. أما مشيت بقى هي بقى دي بداية المشكلة، بعت لهم ناس عشان يصلحوا، فلا مش هتروح لما أمي حقها يجي ومش عارف ايه، وكبروا الدنيا. المهم ايه، رحت انا قلت اما اروح انا بعدها تاني يوم، رحت لوحدي عشان اصلحها واجيبها، رايح اجيبها عادي اه مفيش مشكلة ولا حاجة، اشوفهم عايزين ايه واجيبها واجي. تمام. دخلت قعدت، راحت امها دخلت قعدت تزعق شوية، وانت ايه اللي جايبك هنا وامشي من هنا. وابنها دخل اللي هو اخو مراتي، راح جاي مزعق اخر وقعد يشتمني بألفاظ ويشتمني بأمي. كل ده انت كنت لوحدك. كل ده انا قاعد وما رديتش ارد وما رديتش ازهق، انا مش عايز انفعل من كلامهم، يعني انا مش عايز اغلط نفسي عندهم، تمام. هم عاملين يشتموا ويغلطوا فيا انا ما رديتش عليهم. انا مش رايح اعمل مشكله، انا رايح انت اخد رايح مراتي، تهادي خير او نيتك رايح خير؟ اخد مراتي واجي على البيت، مش رايح اعمل مشكله ولا رايح اكبر الدنيا ولا ان انا اتخانق ولا كل ده. انا مش بحبش الخناقات ولا بحب المشاكل. تمام. المهم راح جاي اخوه مجدي، راح مسكني من ايدي وراحت امه الاول خارجه قاعده تصوت، وراحت عامله مشكله قاعده عملت تصوت هيصة وزعقت و وزعلت كده، وراح جاي ابنها جاي وهي راحت مسكاني من ايديا الاتنين، وراح جاي هو بالسكينه خابطني في وشي بالسكينه، قطع لي خدي بمناخيري، مناخيري دي كانت سايبه خالص كده، قطع لي خدي بمناخيري بشفتي، بنص شفتي لحد ده، مناخيري دي كانت هادلة خالص كده، كانت سايبة من احنا بعضها. شفنا الصورة، بس يعني نعتذر بسبب بشاعة المنظر، مش هنقدر نعرض على السادة المشاهدين يعني. المهم بعد اللي حصل ده كله فنزلت بقى في الشارع، واحد من الشارع هو اللي وداني المستشفى، جارهم هناك هو اللي خدني وداني المستشفى في مستشفى الجامعة. دخلت المستشفى، على ما رحت من هنا لحد المستشفى كنت نزفت دم كتير. يعني دخلت واحد من الشارع اللي خدك وداك المستشفى، البنت بقى كانت موجودة، زوجتك، زوجتي كانت موجودة وشايفة هما بيعملوا فيك كده، وشايفة كل مفيش حاجة، أي رد فعل ليها؟ اتصوتوا في الهيصة وخلاص.
حرام عليكم ومش عارف ايه بس هي هتعمل ايه، هو امها مسكتني لا كانت وابوها تقدر تاخدك وتمشي ما دام طب ما فيش هي مشاكل حامل يا بينكم. استاذه، حامل ده يا هي فاضل لها ايام وتوجد، هتمسك الخطه ازاي؟ هتمسك هنكمل مع الاستاذ ابراهيم ونرجع لحضرتك عشان نعرف برضو موقف الوالد ايه. كمل يا استاذ ابراهيم. فنزلت تحت بقى في الشارع، راح واحد واخدني جارهم وداني المستشفى. رحت المستشفى، على ما رحت في الطريق ده كله كنت نزفت دم كتير من المستشفى بنا وانا رايح من بلتان. لما تمام رحت هناك دخلت على اللي محلول وسابوني نايم كده، انا خلاص بقى ما رحت المستشفى دخت، ما بقتش عارف انا فين ولا بعمل ايه ولا ما دريتش تمام بالدنيا. راح جاي ما دخلت بقى وسابوني يومين، سابوني ساعتين قاعد على السرير بتاع المستشفى على ما الدكاترة جات وعلى ما بعتوا وشافوني وعلى ما خيطوا ومش عارف دخلت ايه. الطوارئ يعني دخلت الاستقبال، الاستقبال. تمام فدخلت بعد ما خلصت ده كله كانت الساعة جت 2 بالليل، دخلت للضابط عشان اعمل محضر وتقرير، ما حدش رضي يساعدني ولا حد رضي يعمل لي تقرير ولا حد رضي يعمل لي اي حاجة. الشرطة اللي جوه المستشفى، الشرطة والدكاترة ما الأمن حدش، اللي تقصد الأمن الإداري ولا الشرطة الأمن بتاع القسم؟ الجامعة وأمن القسم وكله ما حدش عمل له حاجة، محدش لأن رضي يساعدني. حضرتك كان يعني حضرتك كنت معاه؟ أنا تعبان عندي غلطة ما بقدرش أمشي، إخواته اللي كانوا معاه وأبو أختي الكبيرة اللي كانت موجودة دلوقتي يعني هم ثواني، يعني دلوقتي أسرتك عرفت إن باللي حصل راحوا ومشوا، يا أستاذة وأنا محمود. ماشي بقى كلمتهم في الطريق، أنت كلمتهم باللي حصل؟ في الطريق جت معاك أختك؟ جم بقى معايا أختي إخواتي وعمتي وجم كلهم عشان أنت الوالدة متوفية؟ لا الحمد ف... لله. كمل. فجم كلهم ليا في المستشفى. طب أنت عملت محضر بالحالة بتاعتك؟ عملت محضر بقى تاني يوم بعد ما خرجت، ما رحت عملوش عملت محضر في طوخ في مركز ما طوخ، عملتش محضر في المستشفى ليه بالوقت؟ ما حدش رضي يساعدني ولا حد رضي يعمل لي محضر ولا الدكاترة نفسهم رضي يعملوا تقرير. ليه بقى؟ ما هم كل لأن ما أي كلمت حد بيدخل إصابة زي كده بتتهم حد بيتعمل لك محضر. المفروض كانوا يعملوا كده بس ما حدش رضي يساعدني منهم نهائي، ولا دكاترة ولا ضابط ولا أي حد رضي يساعدني. أنت طلبت منهم تعمل محضر وأقول لك لأ؟ طلبت كذا ولا ما مرة، لقيتش حد يعمل لك محضر؟ كان كل الناس كلها موجودة، الضابط موجود في مكتبه وقاعد مع ناس لما والدكاترة. دخلت له بقى تقول أنا عايز أعمل محضر قال لك إيه؟ لما دخلت له قال لي روح اعمل محضر في مركز طوخ، ومركز طوخ هيوديك للمركز الطبي بتاع طوخ وتعامل هناك، انت احنا ما ينفعش نعمل لك محاضر هنا. شوف بقى والد حضرتك. السلام عليكم. الله وبركاته. حضرتك تعرفنا بنفسك؟ سامي عدس من بلتان، والد المجني عليه، ويعني عايز اقول لسيادتك ان اهل مرات ابني ناس محترمه واحنا بنحترمهم وبنقدرهم كلهم، بس انا عايز اعرف ايه الذنب اللي ابني اقترفه ان ياخد خبطه في وشه وتشوه منظره مدى الحياه؟ ايه الذنب؟ لسه قبل الواقعه باسبوع واحد جايب لها ذهب وتليفون، بس فقط بس الملف لحضرتك. مش عارف يعني. احنا بنناشد السيد وزير الداخليه والسيد وزير العدل، لان احنا في بلد فيها قانون، بلد عدل، ازاي احنا في البلد اللي فيها قانون وفيها عدل وابني يخش المستشفى ويترمي على السرير محدش يقول له انت فين؟ عشان يعني احنا هل اتقدم له الخدمة الطبية كويس. الخدمه الطبيه في وضعها الطبيعي وتعلق له دم وتعلق له محاليل عمل له وتخيط؟ الصح في الخدمة الطبية، انما ولكن محضر، المحضر مفيش اللي محضر، قالوا مفيش تذكره، روح المركز بتاعك هات ورقه. واحد بيموت يروح يجيب ورقه من المركز ويرجع الجامعه، هو بيموت صفى دم وهو ماشي في الطريق. انا عايز اعرف يعني بيتعاملوا مع البني ادمين ازاي، هل البني ادم ده حيوان ام بني ادم؟ زوجة إبراهيم هي حضرتك مع الأسرة في البيت العيلة؟ انا قاعد في شقتي باكل لا في وبشرب في شقة شقتي، لوحده. ما أنا يعني منفصل إقامة منفصل عن أسرتك بالظبط قاعد في لوحده. شقتي لوحدي باكل أنت وبشرب لوحدي وزوجتك صح؟ بالظبط. طب إيه بقى المشكلة مع أهلها يا حبيبي؟ مفيش مشكلة والله، ناس محترمة وخالها راجل فاضل، راجل محترم وبتاع حق وبيدفع الحق لأصحابه طب لما حصل بقى كده من ابن أخته وليه ما قلتوش؟ أنا بقى اتهولت في ابني. أنا إحنا من يوم الاتنين اللي فات بنجري بقى عمليات ودم وخياطة وتجميل عشان نعدل شكله، لأن طبعا يعني الولد بقى شكله زي بتوع السوابق، أنت حضرتك عارف واحد ياخد 28 غرزة في وشه يبقى شكله إيه؟ مناخيره مهدولة كده. يعني ابني ده
يعني هو دلوقتي لما يجي يخرج يمشي، وبعد ما يقلع على الازواد دي هيبقى شكله ايه؟ شكله شكل الحرامية بتوع اللي واخدين بيشل في وشهم. ايه الذنب اللي ابنه اقترفه عشان اخوها يتعدى عليه، اخواتها الاثنين وامها يتعدوا على ابني في قلب ما بيتهم؟ دام هم اسره محترمه، امال تعدوا عليه ليه؟ ابنك اللي غلطان عشان يعني. اللي راح مع ابني بتقول لها بقى انت يا حاجه بتجوزي بنتك في الكليه، الواحد سواق الاوضه راحت مصوته راح الواد خارج ما تشمله، لان اصلا واحنا بنتفق في الاتفاق الجواز الولد كان حاطط نقره من نقر ابني، ما اعرفش في ايه، كان كل ما نيجي نتكلم طب هو يروح رافض متدخل. جواز اخته منه، ايوه ليه كمل ايوه الجوازه وليه الجوازه تمت يعني؟ انا والله يا حاجه يا استاذه انا اسف للي احنا دخلنا الدخله دي، لان يعني هقول لك ايه، الامر لله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل مليون مره في كل واحد بهدل ابني وجاي عليه. ابني مش وحش، لا بيشرب سيجاره ولا بيقعد على قهوه ولا مصاحب غد غير عبد الله عماد صاحبه الوحيد في الجيش، لما بيزهق من البلد بيروح يقعد في غيطنا في بلد جنبنا كده. ابني مش عمره ما شرب شاي على القهوه، عمره ما دخل النقطه ولا المركز في اي مشكله. انتوا بتعاملوه حيوان ليه كده؟ بيعاملوه معاملة سيئة للغاية، ليه كده؟ أهل زوجته بيعملوه معاملة وحشة. بتعاملوه ليه؟ بتعاملوه ليه كده؟ ده ابن كريم وحلو، لما هو ربنا يعني لسه لما جاب الأستاذ الفلوس إبراهيم من بيقول الشركة وخد مكافآت راح جاب ذهب وجاب محمول، يعني ابني لو قرص خونة ما كانش جاب حاجة خالص، لو في مشكلة ما كانش ابني جاب حاجة. هي بقى الذهب ده مع حضرتك هنا ولا خدته يا مريم؟ خدته يا خدته معاها وهي ماشية، خدته، واحنا برضو خدت الذهب. باقيين على مرات ابني وعلى ابنها. انا مش مدي اخوانا، ولا ان انا بدور على ذهب، ولا ان انا بدور على عيش. انا ايه عملت لك انا ايه وحش عشان توصليني للدرجه؟ انا ما كنتش عايز اوصل للنقطه اللي احنا فيها دي، ولا عايز اروح اقسام، ولا عايز، ولا ان انا اتخبط كده. انا انتوا بتبهدلوني ليه؟ انا مش وحش عشان تعملي كده حضرتك ابني معايا. كان في الجامعة بيتخيط وراح عمره محضر في مركز صوت تبديد قايمة وسرقة منقولات وسرقة ده والعزال في الشقه هو كل وكل حاجة، انت حاجه في سيادتك في موجوده، الشقة اهوت وشايف كل حاجة مكانها. احنا مش عملوا لابن تبديد منقولات وسرقة ذهب، مش اخرب. ابن اللي جايب الذهب بفلوسه بقى ابن حرامي متهم. طب ليه كده؟ ابقوا راجعة، ابقوا ان بنتكوا دي مرات ابني واللي في بطنها ده ابننا، احنا اللي هنجري نقف على الولادة واحنا اللي هنجيب له لبس، مش ابوها اللي هيجيب له لبس ولا اي حد من عندهم. احنا بنبيعش لحمنا، احنا ما بنبيعش لحمنا، يعني نهار ما تمشي على المستشفى تولد احنا هنكون على دماغ نحاسب المستشفى ونجيب لبس للولد ونعمل كل اللازم لها، الناس اهل الكرم واهل ذوق واهل واحنا ما بنبيعش لحمنا باقيين على مرات ابننا. بس احنا عايزين نعرف ايه الذنب اللي ابن اقترفه. احنا بنناشد وزير الداخليه والسيد وزير العدل، البلد اللي كلها قانون دي وناس كلها محترمه، بنناشدهم اللي لوجه الله يدوا ابن حقه، لان ابني مش فيه حاجه وحشه ولا عمره ولو فيش وتشبيه ولا له صوره في المركز، ولا ابني بيقعد على قهوه ولا بيشرب سيجاره. ابني حضرتك بتطالب ايه؟ بطالب بحق ربنا والعدل، بطالب السيد وزير العدل ووزير الداخليه يردوا لنا اعتبارنا، لان احنا انهدرنا بالخبطه دي. دلوقتي ما حد جاب ابني على الموقف ولا على الطريق، الواد اللي جوز اختك علم عليك لا لا شكلها مش ايه؟ هناخدها كده، هناخدها بس طبعا يكون في سلوك تفاهم ويكون في حل يعني ليه حق. انا عايز حقي بالقانون، انا مش عايز حاجه منهم، انا كل اللي انا طالبه عايز حقي بالقانون. هو ما خبطني كده عندهم في البيت، حتى يعمل اعتبار ان انا عندهم في البيت، خبطني في مناخيري، عمل لي عاهه مستديمه في وشي وقال لي كان الخط. اخو زوجتك ده كان بيجي البيت هنا بعد الجواز؟ أيوة. كان بيجي هنا وما فيش يعني كان بيجي اهو، كنت بترحب بيه وبتستضيفه مفيش وكل اي حاجه مش مشكله، كده؟ احنا ما عندناش غل ولا ان احنا وحشين من جوانا ولا كده. ما تيجي وتروح انا مش قافل عليها، ما وقت ما بتقول لي اروح عند اهلي ما تروحي، ايه المشكله؟ انا ما بروح شغلي 10 ايام وبنزل 5 ايام اجازه، انا مش قاعد في البيت. انت اللي قاعده في البيت، ما تشوفي عيشتك وشوفي دنيتك، انا من جعلنا مش يا استاذ قافل اللي عليك. يعملوا محضر سرقه منقولات وابني بيتخطى الجامعه، تبديد منقولات وسرقه دهب وابني في الجامعه، يعني ابني بيتخيط ومتعلق له دم الزوجه اللي ومحاليل، عملت الزوجه وامها معاها وناس تانيه معاها، راح عملوا محاضر في مركز طوخ ان ابني سرق الذهب وضربه واعتدى عليه وبدد العيله. حضرتك قاعده في الشقه بتاعت المجني عليه وكل حاجه حواليك اهي، ولا وابني زال كله قدامك زي ما هو يعني مفيش حاجه يعني انت بتشغل قوم حاجه. سيادتك كل العزال مكانه مفيش حاجه، مفيش كوبايه حركت من مكانها. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني اي حد يروح المركز يعمل محضر سرقه تناولات، محضر سرقه تناولات
احنا مش حرامية، احنا مبسوطين والحمد لله وعيننا مليانة. ابقوا راجعوا ان في عيل في بطنها ابننا، في عيل في بطنها بعد ايام معدودة هيجي ابننا، احنا اللي هنجري عليه. انا عايز بس اسأل مين اللي بيساعد مين ومين مع مين ومين على مين؟ بتهدروا حق الغلابة ليه؟ حق الناس اللي الشقيانة بتجيبها وعلق جبنها. ابني اللي قاعد قدام حضرتك ده فني معدات تقيلة في الجيش، بيسوق ورديتين 18 ساعة، بيجي بيته 11 الظهر، بيسافر يا أستاذنا الساعة 4. ابني بيجي 11 الظهر يا أستاذة، طول الليل من ما يمشي 4 يركب أتوبيس الجيش من على الدائري، شغال في العين السخنة، يجي تاني يوم 11، ابني بياخد طاقة واحدة في بيته، وفي الجيش بيدوله وجبة هو على الأوضة. ايوه يعني بنتكلم في محترم، مش راجل فاشل ولا راجل بيجري على قهاوي ولا 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 ولا، مش فاضي راجل بيشوف اكل عيش وعارف ان مراته هتولد، بيطبق ورديتين عشان يوفر لها عيشه كريمه. تمام استاذ ابراهيم، بقى حضرتك بتطالب بايه؟ انا بطالب بحقي، بحقي بالقانون. انا مش ان انا مجرم اروح اخبطه ولا ان انا بعمل مشاكل، انا بطالب بحقي بالقانون، القانون يجيب لي حقي. تمام شكرا لحضرتك. متابعي جريدة وموقع أهل مصر وكل مكان، تابعنا مع حضراتكم كل يوم. مع زوج تعرض للتعدي من شقيق زوجته بسبب خلافات بينهم، الزوج بيطالب بحقه ويكون في يعني حق رادع وقصاص رادع من المتهم، بسبب ان هو طعنه بسكينة في وجهه تسبب في اصابته ب 28 غرزة في الانف. ان شاء الله متابعين معاكم تفاصيل تحياته القضية كاملة. شكرا لسادة المتابعين.